أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إيكاء السقاء وغطاء الإناء خاص بالنوم أي عند النوم أم في جميع الأوقات؟ جميع الأوقات، اللي عند النوم إطفاء النار وغلق الأبواب، اللي عند النوم غلق الأبواب وإطفاء النار. أما إيكاء السقاء وغطي الطعام والشراب هذا عام في النهار وفي الليل. نعم.